هل هاردز للأغنية بس؟ أنا وايب رأيي يو ناس كتير فاكرة أن هاردز للأغنية بس لدرجة أنه كلنا عارفينه بس محدش بيخشه. السلام عليكم. الحمد لله. عارفه هارديز؟ طبعا اكيد مطعم مشهور طبعا. دلوقتي في محل بيبيع اكل بيبقى دايما متواجد ما بين محلين، واحد بيبيع فرايد تشيكن فراخ مقليه والتاني بيبيع بيتزا. العلامه بتاعته صفره كده زي اخونا مروان موسى. العلامه بتاعته نجمه. هارديز. حد عارفه هارديز؟ هارديز عارفه. ايوه. بتطلب ايه من هناك لما بتروحي؟ اللي هو الفرايز دي اللي هي. بس لو روحت بتطلب ايه غير البطاطس الكده؟ سندوتشات. ايوه ايه بقى؟ برجر اللي هو بالباربيكيو ده او كان اسمه ايه؟ انت مش بتروح اصلا. ايوه. ما بطلوش. احنا بنروحوش احنا بلام. انت مش بتروح كده في ستيك. انت مش بتروح اي حاجه بقى سندوتش بقى برجر بقى. انت مش بتروحي. لا صراحه. اها وهنا الفكره، كلنا عارفين هاردز بس مش عارفين ايه اللي بيحصل جوه. يلا بينا نشوف الحوار ده. هارديز سلسلة مطاعم فاست فود العلامة بتاعته نجمة مبشوشة كده بتلحق، ومشهور جدا بالسندوتش السوبر ستار والبطاطس الكيلي والعيش المميز بتاعه اللي شبه شوكولاتة بابلز. بس اللي انت ما تعرفوش ان هو بيحاول يجدد وعامل عرض نجوم التوفير وفي ابلكيشن عليه خصومات وهدايا واللي تشيل اللغة رجع، وده الاعلان بتاعه. بركان اللعب الحار يا اخي بالله عليك كيف تفكر. مبدئيا كده السوبر ستار كومبو ب 95 جنيه. ولا بس عاملين عرض نجوم التوفير، 3 سندوتشات كومبو السنجل ب 33 جنيه والدبل ب 39 جنيه والتريبل ب 45 جنيه، بيبقى معاهم فرايز وكولا والاسعار تشمل الضريبه وكل حاجه، ولو زودت 6 جنيه هتاخد الكومبو الحجم الاكبر، وممكن تبدل البيف بالتشيكن يعني اللي انت عايزه. هرجع لك. ولو هتطلب دليفري انصحك تنزل الابلكيشن عشان هتلاقي عليه عروض مش موجوده غير عليه، زي مثلا 4 سندوتشات كبيره وفرايز عائلي ولتر كولا ب 180 جنيه، وكل فتره هتلاقي عرض، زي مثلا الشهر ده لو عملت اوردر باكتر من 100 جنيه هتاخد سندوتش الفيموس ستور اللي 58 جنيه ببلاش. هوبا دلوقتي بقى انا مستني تشيل نقطه. ايه في كده كفيل ولا اقوله همشي عاملين لسه بقى ورا على ايه؟ فيلا بينا نشوف كده. هارس جيلي لافا جيلي لافا لافا بوم بوم بوم. استشعر قوة اللافا. هو مش حامي بس الصوص اللافا اللي عليه ده شطارهم كده. في حوار في مصر منتشر اليومين دول، يعني الدرايف ثرو اللي بيقول لك عليه خدمة توصيل الطلبات بالسيارة. تعالى اقوله. انت بتيجي بعربيتك تقف هنا تقول الكلمتين للمايك وهم بياخدوهم منك، وبتيجي بقى ايه تاخد يو تيرن كده بالعربيه وتيجي عند الشباك هنا تستلم طلبه. انا واقف بقالي سنه. وفي النهايه حبيت اوصل لكم ان مفيش حاجه خاصه بالاغنيه بس، وان احنا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه باقل تكلفه ممكنه او على قد فلوسنا. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب 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 هب.